انت شو عم تحكي؟ لا تخبي علي، صاير شي مع البنوتة؟ أو مع إيليني؟ اهدى رح أشرح لك الموضوع. أنا أسفة كتير لأنه الأخبار مانا منيحة. ما تخبي علينا دكتورة. لما إيليني وصلت على المشفى كان معها انفصال شديد للمشيمة وورم دموي. البنت ما كانت منيحة، يعني وضعها خطير، لهيك قررنا نعمل عملية قيصرية مستعجلة. البنوتة، خبريني شو وضعها. أنا بعتذر، كانت عايشة أول ما ولدت. إيه بس ماتت فوراً بعد كم دقيقة.